تحت شعار توفير منزل لكل من لا منزل له. مركز إرشاد ورعاية المواطنين فرع النجف التابع لمبرة الشاكري للتكافل الاجتماعي يشيد أول منزل جاهز ضمن برنامج الإسكان الخيري. ستشاهدون في هذا الفيلم مقطعين، أحدهما يبين كيف كانت تعيش هذه الأسرة، والثاني يصورها بعد انتقالها للعيش في منزلها الجديد. إن الأوضاع السكنية السيئة لهذه العائلة المتعففة والكثير من العوائل الأخرى دفعتنا للتفكير في إطلاق برنامج الإسكان الخيري. أم محمد ما عندكم كهرباء، وطني ضعيفة كلش مو؟ أي كلش ضعيفة، بس المولدة مالت الشارع. هذا مطبخ هنا. هذا مطبخ؟ إي. زين. هذا شنو السقف؟ هذا سقف والله الشتا كله حرام يصب على روسنا ب 12 بالليل وأنا أمسح بالماسحة ماي على حالي. أقول خاف يطب الأولاد إلى الغرفة هناك، بس مضطرة لكون أقدر لهن المية أثر 10 معاش. بس هذا إيجار البيت؟ هذا إيجار شهر 100. يعني هسه من تجي الوطن انتم ما تستفادون من عدل؟ لا ما نستفاد من عدل. هذا هسه اكيد بالشتاء؟ هاي بالشتاء قلت لك ب 12 بالليل والله وانا قاعده وامسح، خلي ما سحت وامسح بالماي على طبلة جهادي. بتاريخ 17 من شهر آب أغسطس وبفضل تبرعات المحسنين بدأ العمل في تصنيع أول منزل جاهز من غرفتين لصالح هذه الأسرة المتعففة. بعد مضي أكثر من 10 أيام تم الانتهاء من تصنيع هذا المنزل الذي تم نقله إلى حيث مكان العائلة المستفيدة. محمد شلون البيت؟ الحمد لله بخير. احسن بيتكم قديم؟ طبعا هسه غير الناس هاي تجينا وقالت تغيرت كل حياتكم انتم، الحمد لله والشكر وجزاكم الله الف خير. ما متوقعه والله هذا الشيء انا ابد، يعني لحد الان كل ما افكر اقول لا كذب هذا يجوز حرمانه. اي والله. المكاني ويلمني والسنه ماكو مطر على راسي يصوب، وشفت ذاك المكان انت وذاك الضيف. الحمد لله بس ما بدينا اي شيء. الحمد لله. ما لاحقة هي ويا العمالة ومعوقين ثلاثة. هسه شنو رأيك بالبيت؟ رأيي؟ عمال واحد يرقص بجفني يا رأيي. يا الله السلام عليك. وعليكم السلام. شلونك يا محمد؟ الله يسلمك بعد الأوقات. شلون وضعك هسه بالبيت؟ الحمد لله والشكر، ترتيب حلو، جيد جدا، والحمد لله والشكر، أحسن من الصرايف وأحسن من التجاوز، وهذا بيت مرتب وحلو. الحمد لله. الحمد لله. شو تقول حمودي؟
ها؟ لا احسن لو ذاك بيتكم. لا ما احسن. احسن شوي له هواي. لا هواي. شلون اش عم محرم؟ شلون هذا البيت حلو؟ زين الحمد لله. احسن هنا له هناك؟ هنا. بارد بارد؟ اي بارد. الحمد لله شكرا. يا السلام عليكم. عليكم السلام. يا الله ما شاء الله. عم الحمد لله والشكر. كنا وين عايشين وهسه وين عايشين؟ والله اصفين وقلت عمي كذب هاي جوز حلم. والله حلم يعني ما وين اغسل له جهالي جنيت وين قاعده؟ هسه الطباخ موجود، البيت نظيف، الفراش مفروش. يعني وكنت وين قاعده وهسه وين قاعده؟ هسه بعد بالشتاء مشي الهم تنطر ما تنطر؟ لا الهم هسه بالشتاء بالصيف هسه مكان بارد ونظيف الجهال واغسل لهم وماي وكهرباء. كنت الواير مكلفته بالحائط شلون ما كان. الحمد لله. كهرباء لا اكو وماي لا اكو تدرون ذيك شفتوها شلون. الحمد لله. الحمد لله والشكر. حسن والله ما قصر وياه. بالخدمة. والله العظيم لحد نازل التلفزيون جابه وحطه. الحمد لله على الناس. الحمد لله شكرا. هسه شنو تبقى هنا لا ترجعون هناك؟ احنا هسه لو تجيبني بشفر ما اروح عن عند بيتي. هذا صار بيتي وحلال الحمد لله. الحمد لله شكرا. بالخير عليكم ان شاء الله.